اذا مرحبا بك معنا. سانتا مرحبا بك في القاهرة. احنا كجالية مغربية مقيمة في مصر كنرحبوا بكم اول حاجة، وكنرحبوا بالمنتخب الوطني اللي تعطل علينا وعينا، ولكن الحب ديال المنتخب غنتسناو حتى الفينال ان شاء الله الرحمن الرحيم. اش بان لك المغرب في لاكان المستوى اللي خصوصا بعد المباراة الودية اللي شفناها ديال الاسبوع؟ هذه كتبقى مباراة طبعا ودية. المشاكل اللي حاصلة المنتخب الوطني في غنى عليها، لان الفريق اللعيبه ديال المنتخب الوطني يعني المستوى وفين كيلعبوا يعني كبير، يعني ما كنظنش انا يتاثر بهذه المشاكل اللي واقعه في المنتخب. شنو كيبان لك الحظوظ ديال المنتخب في هذه المسابقه القاريه؟ الحظوظ ان شاء الله احنا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الوصول للفاينل، وهذا هذا يعني الشعب المغربي كله كينتظروا من يعني من 42 سنة ولا 43 سنة ما حققناش هاد اللقب، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن اللعيبة يعني يديروا واحد المجهود ويشرفونا. يعني احنا كجالية مغربية، وما تنساش بأن الجالية المصرية كتساند والمنتخب، والله العظيم لازم كنا منين مشينا ناخذوا يعني التذاكر، ثاني شعب واخذ تذاكر ورا الشعب المغربي هما الشعب المصري، ما شاء الله واقفين معنا بصراحة وكنشكرهم. نشوفوا الصديق ديالك تعطل عليك المنتخب اليوم. تعطل وجينا من البعيد كنا في كاليفورنيا، دابا جينا من كاليفورنيا جينا للمغرب، من المغرب جينا لهنا، جينا باش نشجعوا كمنتخب. دائما كتجي كتنقل مع المنتخب دائما البطل. لا شتيني راه كتشوفني من كوت ديفوار في روسيا في اي دائما معاه. اش بان لك في حظوظ ديال المنتخب في النسخه؟ ونتمناو يفرحونا بحال اللي فرحوا العالم كامل في كميه روسيا، ماشي كامل اللعبه هذوك ماتشات اللي لعبوا اميكار، راه ماشي ماتشات هذو اللي داروا في المغرب، هذو راه ما شجعوش. ونتمناو كالمسؤولين في المغرب باش يشجعوا داك الجمهور، يديروا لهم شي تذاكر رخيصه باش يجيبوا باش يجيو لمصر، ربما راه حنا غادي ننتصروا ان شاء الله. باقي كنتسناو في المنتخب الوطني، بقيت تعطل عليكم شي شويه. من خمسه كنتسناو فيهم. اش بان لك في المسابقه ديال انتم مقيمين هنا بمصر، المنتخب غادي يجي عندكم في نهائيات كاس افريقيا؟ فرحانين طبعا، فرحانين وكنتسناوهم يعني، ولادي كيشجعوا مع انهم نص مغربي ونص مصري، بس كيشجعوا المنتخب المغربي. شنو بالكم فين في نهائي بين مصر ان شاء الله؟ كنتمنوا، بس ولدي اللي متبع المنتخب المغربي هو اللي متبع يعني فين واصل في المستوى، ولدي كيقول لي يا ماما ممكن يفضل في النهائيات وان شاء الله يجيب لاكوب ان شاء الله. ان شاء الله. اش بالك في منتخب الوطن؟ منتخب قوي يقدر يوصل النهائي يربح الكاس،